أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: ذهبت إلى صاحب غنم لشراء أضحية، فوجدت عنده واحدة طيبة لكنها مكسورة القرن، وأخرى أقل منها لكنها سليمة القرن، أيهما أختار؟ إذا كان الكسر الذي في القرن قليل لا يبلغ النصف، يعني أقل من النصف، لا بأس تأخذ الأحسن. وإذا كان إن قرنها النصف فأكثر فهي لا تجزي. نعم.